عارفة أوصف لك قد إيه أنتي كنت إنسانة فعلا خلوقة وست بجد محترمة، سابت بيتها وولادها وجوزها وحياتها ونزلت تدور على أبي اللي هي شايفاها مش مظبوطة مع إنها ما تعرفنيش. بشكرك جدا جدا يا علا، وكان نفسي فعلا بجد أقابلك في مود أحسن من كذا، لكن حتى أولادي قالوا لي أشكروها لنا يا مام. وكمان عايزة أشكر صاحبتي التانية اللي قابلتها برضو بالصدفة في السوق يوم السبت، كنت بشتري أكل وكان مودي مش حلوة وقابلتني وقالت لي أنا رشا وهي مصرية، وقضت معايا يمكن 10 دقايق في الطريق، لكن شخصية جميلة جدا وعجبتني قوي 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 وبتحبني لوجه الله ومش عايزة مني حاجة. قابلت ناس كتيرة تانية مش هقدر أقول أسميهم لأن هم ما يعرفوش إنه أنا عاملة لايف ناو فهيزعلون، لكن لو شفتهم على اللايف حاليا هقول أسميهم. الناس دي فعلا بتحبني عند حسسوني بجد بحبهم ليا، حسسوني إن إحنا معاك يا أبي. احنا حتى لو بنشاهد من بره او بنشوف من بره ما بنكتبش، فاحنا عارفين كويس قوي انت فيكي ايه ومحتاجة ايه وكملي. وفي ناس بعتت لي كتير جدا 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 على كل الحاجات، قالوا لي ابي احنا بنستفاد منك. ظهرت البنفسج النهاردة الصبح حبيبتي قالت لي حاجة فرحتني قوي قوي قوي، قالت لي ابي احنا بنستفاد منك، وانا عن نفسي استفدت منك بحاجات. وبرضو زهرة البنفسج عرفتها عن طريق الفيسبوك، and يعني في حاجات كده ربنا بيبعتها لي في طريقي and يقول لي انه حتى لو في ناس وحش لكن في ناس حلوة، في ناس مبسوطة من الكوميونيتي بتاعتي، مبسوطين من التلقائية الطبيعية بتاعتي، مبسوطين حتى لو أنا كنت عصبية أو متضايق، عارفين أنا متضايق واي ليه. قالوا لي إنه في حاجات كتير جدا اتعلموها مني، قالوا لي إنه في حاجات نجحت معاهم وجابت النتيجة، عرفوا السر بتاع أبي إنه إزاي أبي سنها 57 سنة وشكلها صغير. وده كان إجابة على أسئلات الناس اللي سألوني، أنت قالوا لي يا أبي معقولة أنت أكيد راحت للدكتور، أنت أكيد عاملة شدة عند مادة. لأ الحمد لله ربنا ما يحوجني للدكاترة ولا أدي فلوسي للدكاترة، طول ما أنا عندي حاجات في بعجتي أو في بقجتي زي ما بقولها دايما، حاجات أنا ما بقدرش خلاص استغنى عنها، ماسك الخميرة اللي بيخليلي خدودي جميلة، ماسك الرز اللي بيخليني بشرتي مبيضة وحلوة وصافية، ماسك البطاطس ومية البطاطس اللي عملته في والله يا زمن ما بستغناش عنه تماما مرة في الأسبوع، ماسك النسكافيه بالجيلاتين مرة في الأسبوع. بالتالي بيكون انطباع الناس لما بتشوف وشك تديلك سن أصغر، انت نفسك لما بتشوف انه شكلك كويس بتثق في روحك أكتر. ويمكن هو ده اللي قاهر الناس مني، ان انا واثقة في روحي عند مش فارق معايا حد، لانه انا عارفة كويسة جدا حتى لو انا اقرع عند ما عنديش شعر الفيديو موجود، انا ما بكدبش، والفيديو ده متصور من اكتر من 7 سنين وموجود على اليوتيوب من 7 سنين. هل كان فيه من 7 سنين حاجة اسمها فلتر؟ هل كان في حاجة من 7 سنين يقدر حد يصرف عليها في انجلترا في عصر الاسترليني، يصرف نفخ وفحت وقشط والحاجات دي؟ لا لا طبعا لا طبعا. بلد غالية جدا اللي انا عايشة فيها، وما عنديش استعداد ان اخلي حد يلعب في خلقة ربنا، لان انا كده طول عمري حتى وانا صغيرة كانوا بيقولوا عليا برنسس، لانه فعلا انا طول عمري وانا كده. هتقولوا عليا بقى مغرورة، هتقولوا عليا اللي تقولوه، انا ما بيهمنيش خلاص من حد، والف الكام الناحية التانية واقرا حبايبي كتبوا ايه.
انا بحب اكون جوه الليله برضو، ياه مش بيتي ده وبيتكو، لازم اقعد جوه، انا هنا جوه. ياه سماح، انت حبيبتي جميلة وهتبقي جميلة بجد، حبيتك ربنا يخليك. اشكرك حبيبتي، نضارة مش نضيفة، عاوزة انضافة. طيب بص، ممكن لا ممكن اعمل ممكن ممكن على رأيك.